بس كلام. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، يومك مبارك. ويومك مبارك. تعرف اول مره يرد علي قناه واحد من يوم كسرت لليوم في منطقه صاير خمس مشهور ما يردوش. الله يا لينا الشرف طبعا صراحه، يعني باهي اول مكالمه شدت معنا احنا. طبعا تفضلي مين معنا؟ على العموم انا عندي خلطه لعلاج الاورام عافاكم الله، نبي نقولها على الهواء اللي كانت تتكلم تبو. تفضلي. خلطه عندك، يا ريت تسمعينا من سماعه يعني. الهاتف بس نتمنى تسمعينا من سماعه الهاتف اذا كان في امكانيه. أيوة. خليه التلفزيون بكل سكري عليهم ولا يمشي دار تاني وهما يتفرجوا. ايه على العموم ولا يمشي على الهواء. المهم تمام تفضلي. 10 جرام جزر مبشور، الوزن بعد البشر ضروري يبشر ويوزن بعد البشر. غير لحظة بس، انتي تو قولها خطوة خطوة باش حتى ياخذوا يعني بيروا ورقة ويسجلوا حتى في التليفون، يعني اي حد مثلا بيمنى خلطة اعشاب طبيعية هي او شن يعني. ايه ايه تمام. نحن نقولها مرتين، مرة الاولى واحدة واحدة وحنعاودها ثاني. يلا تفضل. الوزن بعد البشر لما يبشر ويوزن 10 جرام جزر مبشور زايد لا مش 10 100 جرام جزر مبشور. 100 جرام جزر. جزر مبشور. جزر يعني سفناري. هاي. زايد 100 جرام كرافس الورق الاخضر، مش العروس ولا الجدر ولا الحبوب، الورق. الورق. زايد 10 جرام فجل من الجدر. زايد 15 جرام بطاطس اللي هي البطاطا العادية بتاع الطبخ. تمام. زايد 275 جرام بنجر. تخلط المقادير هي، واللي عندهم ورم مزمن ما عافاكم الله ما ياكلش الا هادي، ولا ياخذ الشاهي عادي، يكون يا بسكر الدايت يا سكر ناقص. ويوم اليوم السابع يوم لو للحفاظ من الهبوط كعبة بطاطا تنطبخ مغطية بعدين تنهرس ويحطوا لها ملح كويس باش يوقي من الهبوط. مجرب الوصفة هذه مجربينها؟ ايه 10 يوم شوية، يعني خلينا نكمل لك بشوي بشوي. 10 يوم تفاحة كاملة لكسر لأنه بيزهق، هي التفاحة هي لكسر الزهق. باهي لمدة 45 يوم، يوم 46 يديروا المسح الدري ومش حيلقوا ورم بإذن الله. طال بارك الله فيك في مزاح سنة. نعود من الأول. طيب شوي شوي والناس تسمع. خلاص هو طبعا يعني أنت اللي اعطيتها تو نشوفها أنا يعني الأكثرية أنه هو خدها. شكرا ليك وعلى الوصفة اللي اعطيتها يا أختي الكريمة. شكرا ليك. وعد الثاني مش بس كلام.